في الفترة الأخيرة مشاعرنا ارتبطت بمسلسلات قدمت قصص حقيقية لبطولات رجال الشرطة العظماء، قصص تستحق إن هي يتحكي عنها في الكتب والمسلسلات وولادنا وأحفادنا يعرفوها ويفتخروا بيها على مدار سنين كتيرة. الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه وجه بضرورة وجود أعمال فنية تعرف الناس قد إيه البلد دي طول عمرها ولادة لأبطال الظروف قدمتهم، لكن للأسف مش كل الناس عارفاهم. فالنهاردة بقى هنكمل احتفالنا معاكم بعيد الشرطة في فقرتنا التانية، وهنسترجع بطولات رجال الشرطة اللي تناولتها الدراما والمسلسلات المصرية مع ضيفتنا الناقدة الفنية دعاء حلمي اللي منورانا النهاردة. أهلا بك يا أستاذة دعاء. أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك يا أستاذة دعاء. يعني إحنا في الفترة الأخيرة شفنا مسلسلات كتير جدا بتتكلم عن الشرطة وعن التفاصيل دي كلها، زي مثلا كلبش الاختيار وغيره كتير جدا من الحاجات دي. هل أنت شايفة إن المسلسلات دي أو الأفلام برضو اللي كانت بتتكلم عن دور الشرطة، هل أنت شايفة إن المسلسلات والأفلام دي أدت الدور فعلا بتفاصيل كتير جدا تبين مدى الخطر اللي رجال الشرطة بيقابلوها، الحقائق، الاستشهاد، الحاجات دي كلها، ولا مدال كان في تقصير؟ هو بصي، احنا نقدر نقسم الحكاية لجزئين. يعني الأول كان نقدر نقول من بداية الستينات كان ظهرت تلاقي ضابط الشرطة شخصية تقليدية، شخصية اللي هو بينفذ الأوامر، اللي هو ما تقدريش تقدري تكوني عنه صورة يعني. لكن للأسف ما قبل ثورة، أو يعني ما قبل حركة 25 يناير، يعني كان دايما صورة الضابط الشرطة كانت بتتقدم بصورة سلبية. ده للأسف ده كنا دايما نقوله، يا جماعة انتوا بتضروا، انتوا بتسيئوا الصورة. مظبوط. ده ما ينفعش لأن هيتم استغلالها، وده اللي حصل. مظبوط. كان في عندنا هوجة مسلسلات كده، كنت تلاقي ان دايما الهجوم بشكل ممنهج وغير طبيعي على الضباط على الضباط والمنظومة الأمنية في مصر، وكأننا بنهد يعني أمننا بإيدينا من غير ما ناخد بالنا، يعني لمجرد ان هو لمجرد ان هو عايز يعمل تويست لطيف ان في الاخر يطلع الضابط هو اللي صعب تشك فيه. فده مش صح، لان احنا عارفين ان في هوليود طول الوقت صوره الضابط سواء في الجيش او في الداخليه او الاحداث الجسام، يعني زي الحرب العالميه الاولى او الحرب العالميه الثانيه، طول الوقت حاله تمجيد. ما بنلاقيش صوره الضابط السلبيه نهائي. ده عندهم بيعتبر خط احمر برغم الحريات وبرغم كل اللي احنا عايزين نقوله، لكن طول الوقت ده البطل الخارق اللي هو فكره الضابط الشجاع اللي بيحفظ الرهائن، اللي بيحرر الرهائن، اللي بيقدر ان هو ينقذ بنك. يعني طول الوقت بتلاقي لهم حتى لو ما فيش بطوله بيخلقوا لهم بطوله عشان يفضل صوره الضابط دي حاجه مقدسه ليها هيبه ليها وضعها. بالظبط. احنا بدأنا بقى ناخد بالنا من الحكاية دي، ان احنا خطورة الميديا وخطورة الاعلام وخطورة الدراما بعد 25 يناير الاخيرة اللي هي 2011. ساعتها بدأنا نشوف لا، ده احنا المفروض ما نسقش للمنظومة دي، لان احنا كده احنا بنهد زي ما بقول بيتنا بايدينا. فبدأت الدراما نوعا ما تستوعب الدرس وتبدأ تقول لا، انا هروح للناس دي عشان الناس دي احنا من غيرهم عانينا، الناس دي وقع منهم شهداء. وده بالشكل العملي، احنا يمكن عشان الاول قبل 25 يناير ما كناش حاسين بقيمتهم او ما كناش بحاسين بالاثر الضخم اللي هم بيعملوه غير لما حصلت الرجه دي. فساعتها صناع الدراما والسينما بداوا يروحوا هنا بقى، فشفنا فيلم المصلحه، شفنا فيلم الخليه، بعد شويه شفنا مسلسل كلبش، بعد شويه شفنا مسلسل الاختيار ورجال الظل او الجزء الثاني تحديدا. فده نوعا ما قرب الصوره شويه للمواطن العادي، ان هو لا بدا يعذر، بدا يشوف الناس دي عامله ازاي وايه المعاناه او ايه التفاصيل اللي هم بيشوفوها في شغلهم، ان هم بيجابهوا خطر هم مش عارفينه ومش شايفينه. واحنا رايحين نشوف زي ما الشهيد احمد الكبير من شويه والدته لما كانت بتحكي، ففكره ان هو داخل يداهم وهو مش عارف ايه اللي مستنيه. وأجيال بتستحمل ده، شايفين لسه أطفال بيتولدوا للدنيا أهليهم ضحوا من غير ما يشوفوهم. فبالتالي لا، الدراما أظن أن هي بدأت تاخد بالها لخطورة الملف ده. فعشان كده أظن أن احنا عملنا أعمال تستحق أن هي نقدر نقول أديناهم ما يستحقوه شوية. طب أستاذة دعاء، شايفة أن البداية دي اللي أنت قلتي نوعا ما بدأنا، شايفة أن بدأت ترفع الوعي واحدة واحدة للشعب كله المصري؟ ده حقيقي، بس برضو احنا عندنا مشكلة في تقديم ضابط الشرطة برضو شوية بشكل كليشيه. يعني دايما تلاقي مرات ضابط الشرطة طول الوقت الحوار بينهم
انت هتيجي امتى، انا بدات اقلق عليك، خد بالك من نفسك. الحوار تقليدي وكليشيه، وتحول الموضوع لشكل محفوظ. احنا عارفين ان زوجة الضابط في المسلسل هتطلع تقول الكلمتين دول. طب انت شايفاه ازاي؟ عايزاه يبقى لا، ده شكل مش صح. احنا محتاجينه يبقى لحم ودم. الناس دي بيوت مختلفه وشخصيات مختلفه وكاركترات مختلفه، والضابط اللي بيشتغل في قطاع السياحه غير اللي في العمليات الخاصه، غير اللي في تفجير والرائد، غير الملازم، غير المقدم، غير المرور، غير اللي على المكتب، غير الجيش، غير الشرطه. ده حقيقي. لا، احنا بنقدم طول الوقت الزوجه اللي قاعده في البيت مختلفة. اللي بتقول له يا حبيبي انا قلقانة عليك. اكيد مش ده الحوار، اكيد مش كل يوم بيقولوا كده، اكيد يعني مش بس اللي بيني وبينك انت راجع الساعه كام، انا قلقانة عليك، لان في ضباط يعني الليفل بتاعهم مش مرهق، او اللي هو مش متعب ان احنا نبقى طول الوقت خايفين عليه. عادي مثلا بيبقى اقل شويه في المشاكل. ففعلا كل المسلسلات انا دي حاجه لاحظتها، ان كل الستات دايما انت راجع امتى، خلي بالك من نفسك، وتصحى الفجر على خبر انا قلقانه عليك. طيب بالزبط. ما في مش كل الضباط بيتوفوا. يعني الحاله الوحيده اللي لقيناها مختلفه، ودي كانت الحاله الوحيده برضو الناس تعلقت بيها، اللي هي كان فيها احمد مكي واسماء ابو اليزيد، قصه الحب. ان احنا اول مره نشوف ضابط لا بيحب ويغير وبتحبه، وبينهم قصه حب لاف ستوري لطيفه، وهو خايف تبقى يورطها معاه، وهي جريئه وهي شجاعه، وعماله هي اللي تشجعه وتقوله. وده موجود على ارض الواقع على فكره، ان 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 الستات بجد بتدعم ازواجها جدا جدا جدا، وروحوا الشغل زي اي زوج عادي جدا، مهندس او دكتور. بالظبط. فدي الحاله اللي الناس ارتبطت بيها، ان لان الشخصيه دي كانت لحم ودم، فيها ابعاد، وبيخاف وبيقلق وبيحب. ففكره المشاعر اصلا دايما لما هتيجي تتناولي اي شخصيه دراميه، زي رأفت الهجان. رأفت الهجان احنا مرتبطين بيه ليه؟ عشان فكره الفيلينجز، فكره ان انت في مشاعر وفي غيره وفي حب، شخصيه دراميه، فانت قادره فتتعلقي بيها. بغض النظر بقى عن فكره بطولته والجاسوسيه، بدليل ان اتعمل بعديه مئات او يمكن عشرات المسلسلات اللي تناولت ملف الجاسوسيه بالشكل ده، بس هو الوحيد اللي رأفت الهجان اللي بنتفرج عليه لغايه دلوقتي، لانه اثر في وجداننا، لان اتكتب بكل ابعاده، وهو بيغضب وهو بيغير وهو بيحب، فانت شفتيه في كل الاحوال بتاعته. بعكس للاسف الصوره النمطيه اللي بتتقدم دلوقتي لشخصيه الضابط، حتى لو بشكل خلاص احنا حفظنا ان الضابط كلهم شبه بعض في الطريق، كلهم شكل بعض، كلهم مش لا. انا كان نفسي يتعمل مسلسل ان انا كل يوم حلقه شهيد، بس قدمه بقى بجد. طب انا عايزه اقف معاكي هنا بقى. مسلسل اختيار، خصوصا الجزء الثاني، في حاله حصلت بينه وبين الشعب تعلق شديد جدا، لدرجه ان احنا فعلا بنستنى الحلقه وبنزعل لما بتخلص، ومش عايزين الجزء نفسه او المسلسل يخلص. كلمينا عن الحاله، حاله الارتباط الفظيعه والتعلق اللي كانت ما بين الشعب والمسلسل الاختيار، خصوصا الجزء الثاني. لانه تناول عدد كبير قوي من الضباط الحقيقيين والشهداء كتير، فبالتالي انت بقيتي تعرفي اساميهم. يعني انت شفتي احمد الكبير، شفتي احمد البلكي، شفتي عمر القاضي، المنسي. شفتي طبعا المنسي في الجزء الاول، شفتي مبروك. محمد مبروك، فانت وبرده محمد مبروك بالدويتو اللي بينه وبين مراته كان من عايزاكي تعلقي على اداء بشرى، لان كان اداء عالمي، كانت هايله. هنا بقى الدويتو ده قد ايه كان مؤثر، وبالذات لان الناس بتحب الشهيد محمد مبروك، لان دوره العظيم في الدراسه والسيرش، وان هو يقفل القضيه. الحقيقه ان الناس كانت حابه انها تشوفه بقى ده هيتمثل ازاي. ففكره ان انت بتجيبي من ملفات حقيقيه، وبعدين في اخر الحلقه بتشوفي قصه الشهيد دوت، بتشوفي حادثه اقتحام بورسعيد، فانت بتشوفي الضابط وهو بيتم الاستشهاد، الضابط نبيل فرج، انت عدد من الضباط بداتي ايه تربطي تجمعي. وكان في شهيد اعتقد هم عمر القاضي كان بعد ما اتخرج بسنتين، فانت بتشوفي لسه شاب في بدايه حياته حبيبي. فانت هنا بقى ايه، هنا الدراما بقت دوكيومنتد او بتوثق ملفات الناس دي. فدي بقى نقطة التماس اللي حصلت، وفكرة أكيد كريم عبد العزيز وأداؤه، لأنه أنا شايفة أنه من الفنانين الحقيقة أن الجيل ده محظوظ بيهم. نفس الحكاية أحمد مكي، التركيبة كلها كانت تركيبة قريبة للناس. مصدر. فشفنا الضابط ده هو بيتعامل إزاي في حياته الشخصية. كان نفسي طبعا كريم عبد العزيز يبقى دور مراته او البيت عنده يبقى مختلف عن الشكل اللي احنا بنقوله، اللي هو التقليدي، اللي هو احنا هناكل ايه، واحنا انا خايفه عليك يا حبيبي، وانا بقلق عليك. شايفه يا استاذ دعاء ايه المفروض يتعامل؟ ان مثلا الكاتب مثلا يقعد مع الزوجه، زوجه الشهيد، مع الام، يسمع منهم، يتعايش معاهم حياتهم كانت ازاي، يسمع من الولاد مثلا. شايفه ايه المفروض يتعامل؟ المفروض نقدم شخصيه الضابط، اصل هو الضابط زي الدكتور، زي المهندس، زي ما حضرتك بتقولي،
اقدمه بكل سلبياته وايجابياته واحاسيسه ومشاعره ومخاوفه، ما يبقاش المواضيع كلها ايه. يعني انا كنت واخده عن مسلسل الكلبش انطباع مش يعني برضو زي فيلم الخليه، فكره ان الضابط وكانه غزال شارد، يعني مثلا في الخليه وفي المصلحه، في الخليه سوري وفي كلبش، تلاقي الضابط اللي هو مثلا هنا في حاله كلبش امير كرارة، وهنا في حالة أحمد عز، إن هو ده بينتقم لصاحبه وده بينتقم عشان صاحبه. الموضوع مش بهذه السطحية مش صاحبه بس، لا لا، ده حتى في كلبش كان بيرفض تعليمات الأكبر منه، القيادات الأكبر منه، ويبقى عايز إن هو بيتصرف وكأنه بيتصرف من منطلق شخصي. لا، هو بيتصرف من منطلق واجب مش من منطلق شخصي إن صاحبه مات. فهي دي بقى، طب لو ما كانش صاحبه مات كانش هيبقى عنده الحميميه ان هو يدافع عن بلده او ينتقم. بس أو هنا هو بيوريكي حاجه صغيره قوي، ان هو هنا عنده اخلاص شديد جدا لصاحبه، فهنا هيبقى عنده اخلاص شديد جدا لكل حاجه، وطنه، لحد بيحبه، لاهله، لكل حاجه. فهنا وراكي بس على مثال صغير، اللي عنده اخلاص بصفه عامه يبقى عنده اخلاص في كل حاجه. اكيد، بس مش ده المفروض اللي يبقى الدافع بتاع الدراما بتاعي، اللي يعمل لي سويتش في شخصيه الضابط. طب هو قبل ما يحصل حادثه الوفاه، طب ايه؟ يبقى اذا انا منطلقي لا، ان انا في حلفان وفي قسم انا مقسم عليه ان انا بدافع عن بلدي تحت تعليمات قياداتي. لكن فكره ان اطلعه غزال منفرد وان هو بيكسر تعليمات قياداته وانه عايز يبقى هو اللي بينتقم القائد لوحده من غير القياده اللي فوق، هو طبعا عايز يعمل دراما، بس هي انت برضو هنا ممكن تعمل إساءة بشكل غير مقصود مباشر. وكأن قياداتنا دول او القيادات دول لا، مش في وكأنهم مش قلبهم على الحكايه، وكأن الضابط الصغير هو اللي لسه هو اللي واخد باله يعني. فاهمه؟ فساعات احيانا الكتاب بيشوهوا الحكايه من غير ما ياخدوا بالهم انا بضرب ايه تاني، بطريقه غير مباشره، بطريقه اللي انا بيخدم على البطل وخلاص. طب احنا معانا دلوقتي مشهد من فيلم الخلايا، تعالي نشوفه ونرجع نتكلم عنه. هو للاسف ان في ناس يعني بتبقى فاكره وما دارت فاكره ان ده بيبقى دي حاجه بتحصل في الافلام بس، وانه على ارض الواقع ما فيش حاجه بالافوره دي والطريقه دي. المشكله ان بجد في حاجات بتحصل بتبقى اوحش من كده بكتير. هما بقى بيبقوا متخيلين لا ان ما فيش ضابط بيتعرض لكل ده، بس طبعا ده بيحصل. فانا عايزاك تكلمينا عنه من وجهه نظرك. ما هو شفناه عملي، ما احنا شفناه بقى بعد كده، ما شفنا ده فض اعتصام رابعه وفض اعتصام النهضه، وبعد كده كم المتفجرات اللي احنا كنا بنلاقيها في كل زقاق في كل حته، سواء كنايس زي ما قلنا كيس بورسعيد لما جابها في الاختيار، او الكاتدرائيه، او لا انت كان عندك احداث جسام، انت كان عندك كل يوم جمعه في لايف، في اكشن، في مشهد اكشن بيحصل، حاجه بتتفجر بالظبط. فانت المصريين بداوا ان هم لا يطلعوا موبايلاتهم يشوفوا، فبداوا يحتكوا بالظباط، فبداوا يشوفوا ظباط المفرقعات وهم بيواجهوا بنفسهم وبيفككوا حاجه مرعبه زي دي، ممكن تنفجر في وشه يعني بمنتهى البساطه. وده اللي حصل، ان كان عندنا كم شهداء كبار في القطاع ده، فبالتالي لا، المصريين شافوا وعرفوا ان لا، ده السينما والدراما ما بتجيبش 1% من اللي بيحصل حقيقي. دي حقيقة، لان هي بتبقى حوادث. مثلا احنا شايفين الحادثة حصلت او الحكاية والمشهد خلص، اهو شفنا المشهد خلص وخلاص، ما بنجيبش بقى دي سنين معدية، ده جيل زي ما لسه اطفال لسه بيطلعوا اهاليهم شهداء في موقف ما خدش 5 ثواني. فبالتالي اثر ده بيبقى عامل زي القنبلة اللي تبعاتها وتوابع لسه قدامها في المستقبل سنين وسنين. صح. ان انت ازاي تطلعي الاولاد دول اسوياء واصحاء ومش مفتقدين اهاليهم ومفخورين بيهم ومش كارهين كمان، علشان يعني هنا الموضوع مش ناقمين بالظبط، لان هنا الموضوع لازم يبقى فيه حسم شديد جدا من الام، ان هي تبقى مفهمه ان هو الاب ده كان ده باختياره، ان هو يبقى في الشغلانه دي، وان هو حابب ده وتحبب الاطفال في الوطن بتاعهم، ما تقلبش بالعكس بالظبط. لان انا ابويا مش موجود معايا بسبب ده. زوجه الشهيد بيبقى او ارمله الشهيد دي اظن بتبقى بطله من نوع تاني خالص. يعني زي كنا بنقول الشهداء زي ما شفنا من شويه شيرين اللي كانت معانا، ام الثلاث بنات بالظبط. فشوف الست زي دي هي اللي لسه بتعاني لغايه النهارده. احنا ممكن تبقى الواقع حصل من 2013 و2015 من 7 سنين. قالت الموضوع صعب قوي، يعني رغم قوتها دي تقول بس استل الموضوع صعب طبعا. طبعا، لان
حقيقي احنا بنشوف المشهد خلاص المشهد خلص او الضابط استشهد، بنقرا خبر بنقرا رقم زي في حادثه كمين الواحات مثلا 14 واحد استشهدوا، بنشوف مجرد ارقام مجرد 14 اسامي 14 واحد الواحات ده يعني تعبني انا شخصيا نفسيا جدا يا استاذه دعاء. هل شايفه انه اعلاميا المفروض يعني كسينما او كمسلسلات لازم يتعمل يعني بصوره قويه جدا توضح الحقيقه اللي حصلت لان كانت غدر؟ ده حقيقي. انا لسه شايفه الاغنيه اللي حضرتك كنت لسه بتزوها على اطفال الشهداء دول بقى لما كبروا شويه، عايز يبعت جواب لبابا اللي بقت بطله سباحه اللي بقت بطله خيل. انا شايفه ان يتعمل لكل واحد فيهم لكل شهيد فيلم دوكيومنتري مدته 10 دقائق دول كانوا ايه وبقوا ايه، ويتكرم زوجه الشهيد دي او الست البطله اللي بتربي الولاد دول لانها بتربيهم بملابسات مختلفه، هي مش مجرد ارمله وخلاص او مجرد ست يعني معتمده على نفسها بانها بتربيهم، لا ده حقيقي مدرسه وحقيقي مدرسه قويه كمان. فاعتقد ان زوجات او الستات ارامل الشهداء هم اللي محتاجين يبقوا محتاجين دعم بقى، يعني اذا كانوا الشهداء ليهم دعم. سمعتي شيرين قالت ايه؟ قالت حتى انا قصدي غير الدعم المادي غير ده، انا قصدي الدعم الاعلامي. لا مش مادي، دعم مثلا ان الشغل ده ما يعتبرش دعم طبعًا مادي طبعا، بس انا قصدي دعم اعلامي ودعم درامي كمان. ان الست دي طب بتعاني من ايه؟ طب ايه الحاجات الصعوبات اللي هي بتواجهها؟ فانا شايفه ان ده ما بعد قصدك ما بعد طبعا بعد الاستشهاد طبعا طبعا. دي فعلا فعلا لفته حلوه قوي منك يا استاذه دعاء ان يتعامل اعمال فنيه تكون ما بعد الاستشهاد بقى، الست دي واجهت الحياه ازاي؟ صحيح. طب هل انت شايفه احنا دلوقتي شفنا ان في بعض المسلسلات فعلا قادره ان هي تعمل ادوار الشهداء والابطال والكلام ده كله، طيب انت شايفه هل السينما وصلت لده، الافلام وصلت لده، ولا لسه برضه محتاجه ان احنا نجسد الادوار اكتر، ولا حاسه ان في صعوبه لسه مش قادرين يوصلوا لده ان حد يدخل يتفرج على فيلم بالمعنى ده؟ والله الناس بتخش، يعني احنا لسه شايفين كان الفيلم بتاع امير كراره كان اسمه ايه اللي هو اللي حقق ايرادات كبيره قوي، نسيت اسمه، ازاي حرب كرموز؟ لا وبعد حرب كرموز كيرة والجن. كيرة والجن كيرة والجن بالظبط. هنا انت الكيرة والجن كان كريم عبد العزيز واحمد عز بالظبط، وكان عندك بعد كده برضو بتاع امير كرار بس انا مش حاضرني اسمه دلوقتي، لكن قصدي لا في بقت شويه صح السينما شويه بتبقى هدفها البيزنس او المكسب او التسلية اكتر او التسليه اكتر، فبيبقى في حكه بس مثلا عشان يشد بس. شفنا ده في الممر وحقق الفيلم ايرادات ضخمه جدا. الممر كان عظيم. طب استاذه دعاء شايفه يعني امير كراره الحقيقه انا شايفه اسمه بيتكرر كتير حتى معاكي ومعانا احنا كلنا كمصريين، هل شايفه ان هو افضل شخص قدر يجسد دور ضابط استشهد؟ ده حقيقي. بس طبعا مش هنقدر ننسى احمد زكي اكتر حد قدم دور ضابط، يمكن قدمه 4 5 مرات، قدمه في فيلم باشا في جزء تاني وزوجة رجل مهم وفي البطنيه يعني عمل الضابط وكل مره ضابط مختلف، يعني مستحيل تقولي الضابط اللي في الباشا هو نفسه الضابط بتاع زوجة رجل مهم، كان رائع مستحيل. وشوفي زوجة رجل مهم قد ايه كان مؤثر لانه قدمه بكل صراعاته النفسيه بمشاكله ومشاكله وحبه وقد ايه كان رومانسي وقد ايه كان عنيف وقد شوفي عشان كده الفيلم عايش. لكن دلوقتي بس الفكره ان احنا لا احنا الضابط ده زي الضابط ده زي الضابط ده ضابط الجيش زي ضابط الداخليه، مع ان بيبقى فروقات ضخمه جدا. مشكلتنا دايما هتفضل في الكتابه، ان وحد زي صالح مرسي اللي كان متخصص في الملف الجاسوسيه مش هنلاقيه تاني، احنا محتاجين حد متخصص في الملف ده، ملف الداخليه وملف شؤون المعنويه. صحيح باهر دويدار قدم ده بشكل مختلف وبشكل جيد في اكتر من مسلسل، بس ستيل لا محتاجين حد يدرس نفسيه تركيبه الشخصيه دي عامله ازاي، فعشان تقدر تعيش وتكمل معانا زي رأفت الهجان زي ما دلوقتي بنقول احمد زكي اعظم حد قدم شخصيه الضابط، عشان قدمه ضابط حقيقي مش ضابط كليشيه او مش من لحم ودم مش حساه قوي مش فاكره له مشاهد مش فاكره له طريقه اداء، فلا اعتقد ان لسه ما قدمش شخصيه الضابط بشكل كبير. قصدك فيلم الممر؟ عشان فيلم الممر طبعا الممر عمل تجربه كويسه جدا وايرادات هايله لانه اتعمل حلو، هو في النهايه اللي بيحكم الحكايه لو اتعملت بشكل كويس سواء البطل عندي ظابط او مش ظابط، المهم ان العمل نفسه يتقدم بشكل جيد. كتابه يعني. انت بتتكلمي عن الكتابه هي اللي هنفضل طول الوقت بنلف وندور حواليها.
لو عندنا عناصر في الكتاب عناصر قوية كل حاجة هتتحل. ما هي ليه ما تتكتبش زي الواقع بالظبط؟ يعني قصة مثلا المنسي تبقى قصته الحقيقية، الواقع بتاعه يسمعه من أصدقائه، يسمعه من قائد الكتيبة، يسمعه من وده اللي حصل فعلا في الجزء الأول. عشان كده الجزء الأول كان الأكثر نجاحا، وبرده الجزء الثاني عشان برده متاخد عن حاجة قصص حقيقية. فهو فعلا لو ندرس ده بقى مع عدم الغفلان بفكرة الدراما، ان انا ازاي اقدم حاجة مشوقة وحاجة برضو الناس تتابعها، ما يبقاش الحاجات من على الوش بس. فعشان كده هي عنصر الكتابة هنفضل طول الوقت ده العامل اللي عندنا نقطة ضعف. بعد اجيال وناس عظماء كانوا بيكتبوا للسينما، هي دي اللي هتفضل نقطة ضعف عندنا. طب انت شايفة عرض النوع ده من المسلسلات في موسم رمضان، هل ده فعلا بيدعم القضية اكتر في ان احنا نبقى مركزين واخدين بالنا؟ عشان ده بيبقى اكتر موسم المسلسلات احنا بنقعد نتفرج عليه، ولا المفروض يبقى طول السنة الكلام ده بيتعرض؟ لا اعتقد ان طول السنة ده مش هيفرق، بس المهم ان زي ما بقولك فكرة الكواليتي. صحيح في رمضان بيبقى الاهتمام اكتر، بس كمان شفنا مثلا السنه اللي فاتت او السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها كان عندنا هجمه مرتده، وكان عندنا اعتقد المسلسل اللي قبلها كان العائدون اعتقد، ما لقوش نجاح. فبالتالي برغم ان هو كان بطوله ناس كبيره قوي، يعني احمد عز في مره وامينه خليل، والمره الثانيه كان تقريبا هند صبري وامير كراره، ما رحتيش في حته. فهي في الاخر ايه برضو لازم الكواليتي تبقى جيدة جدا، بغض النظر بقى المسلسل بينجح لو هو اوف سيزون، لو هو في رمضان، لو المسلسل الجاي بيفرض نفسه زي الفيلم الجيد برضو بيفرض نفسه حتى لو مش نازل في سيزون او مش شرط. مش شرط، بدليل ان احنا لما جبنا اسامي كبيرة زي ما بقولك امير كرارة ولا وهند صبري ولا ما عملناش حاجة. طب استاذة دعاء اخيرا، هل شايفة فكرة الاختيار ان اجزاء سلسلة واحد واثنين وثلاثة شايفة انها فكرة جيدة تكرر مرة تانية؟ كانت جرعة مكثفة، سواء الاولاني اللي احنا بنتناول بطل اسطوري زي احمد المنسي، وبعدين التاني اللي هي فكرة رجال الظل ودورهم رجال الامن الوطني تحديدا، وبعدين التالت اللي هو كان بالنسبة لنا ملف حكم الإخوان وما قبله وما بعده وكواليسه 30/6. فأنا شايفة أن الاختيار أدى دوره بشكل جيد جدا. ممكن نحتاج نعمل تاني اختيار أربعة، بس يبقى إيه بعد زمن شوية نشوف إحنا عايزين نقول فيه إيه. دي حقيقة أستاذة دعاء، إحنا بنشكر حضرتك جدا على وجودك معنا النهاردة، وإن شاء الله المسلسلات الفترة اللي جاية والأفلام كمان يبقى فيها تفاصيل أكتر، نحس إن إحنا عايشين في الواقع، أو زي ما علا قالت ننقل التفاصيل الحقيقية اللي موجودة عن أبطالنا. صحيح. شكرا جدا أستاذة دعاء نورتينا برنامجك. شكرا ليك يا حبيبتي. مشاهدينا بكده خلصت حلقتنا، وقبل ما انهيها بس بوجه يعني تحيه وحب واعزاز لكل ام فقدت ابنها، لكل زوجه فقدت زوجها، لكل طفل فقد ابوه. احنا معاكم واحنا كلنا معاكم واحنا كلنا ايد واحده، وفعلا زي ما شيرين قالت الثمن الدفع، فعايزين نحافظ على البلد دي في امن وامان، وتفضل كده يا رب امين. ده يا امين يا رب العالمين. اشوفكم ان شاء الله الحد اللي جاي على خير، اشوفكم بإذن الله.